السلام عليكم، هكي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اول درس لنا في الهندسه في تخون كومون، اول درس لنا في الهندسه في تخون كومون اللي هو الكالكول فيكتوريال او الحساب المتجهي. صافي، الكالكول فيكتوريال او الحساب المتجهي. هنا غادي نتعرفوا على مجموعه من المعلومات والمعطيات المرتبطه بهذا الدرس، هذا اللي هو الكالكول فيكتوريال. كيفاش غادي نحددوا واحد لاغولاسيون فيكتوريال؟ شنو هي الفيكتور؟ شنو هما لي كاركتيرستيك ديال الفيكتور؟ شنو هي الفيكتور نول؟ يعني المتجهه المنعدمه تساوي متجهات ايغاليتي دو فيكتور. لي كاركتيرستيك دان فيكتور، المميزات ديال المتجهه. غادي نشوفوا ما يسمى بغولاسيون شال او علاقه شال. شنو هو الباراليلوغرام متوازي الاضلاع؟ كيفاش كنبينوا الباراليلوغرام؟ لي بوين الينيي، النقاط المستقيمه، لي دووات باراليل، مستقيما متوازيا، كيفاش كنبرهنوا عليهم؟ كيفاش كان اكسبريمي واحد الفيكتور اون فونكسيون دو دو فيكتور، اون فونكسيون ديال واحد الفيكتور وحده اخرى؟ كيفاش غادي ندير لا كونستركسيون دي بوين، يعني انشاء النقاط دابري اون غولاسيون فيكتوريال انطلاقا من علاقه متجهيه؟ هادشي كامل ان شاء الله تعالى غادي نشوفوه بالتدرج، غادي نشوفوه بالتدرج. اذا على بركه الله غادي نبداو بواحد لاكتيفيتي، غادي نبداو بواحد لاكتيفيتي. ما بغيتش نزرب عليكم، نعطيكم طقس طقس طق. نبداو بواحد لاكتيفيتي ناخذو من خلالها مجموعه من المعطيات. ليه هو بالعربية نشاط؟ إذا هاد لاكتيفيتي هادي غادي ناخدو منها مجموعة من الأمور، سواء أ بي سي دي كاتر بوان دي بلون، سواء أ بي سي دي quatre points du plan. لتكن A, B, C, D أربع نقاط من المستوى، لتكن A, B, C و D أربع نقاط من المستوى. السؤال الأول قال لك، في السؤال الأول انشئ ليا كونستخوير انشي كونستخوير لي بوان اي اف، لي بوان او اف، انشئ النقطتين او و اف بحيث عندي او Le vecteur A égale à le vecteur AB plus le vecteur AD. Les vecteurs AD sont en 9. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle pour vous. Et j'ai AF égale à AC plus AD. Il y en a un autre chèque de nom, mais ça sera à la marasse de Berkar. لحظة نقلب على البركار.
البيه الكار ما عرفتش فين جليته. البيركار 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 يا ويلتي لما كانش البيركار. ديروا محاولة رسموا الشكل. فوالا كاين. إذا غادي ناخذ ربعة النقاط مختلفة من المستوى، غادي ناخذ ربعة النقاط 4 بوان دي بلون. غادي ناخذ مثلا هادي يا. هادي بي هادي غندير هنا دي وغندير هنا سي. نديرو اللي نديرو اليوم هكا. ها ما كاينش شي طريقه باش كنحددوهم ولا نقاط عشوائيه عشوائي غير ما يكونوش الينيومو، ما يكونوش دي بوين اليني. إلا كانوا دي بوان اليني راه ما غاديش يخرج ليك داكشي اللي كتقلب عليه. إذا هنا 4 بوان ديفيرون دو بلون، ربعة النقاط يكونوا مختلفين. ما تكونش ديك لالينومو بين لي بوان، صافي ما يكونوش اليني. قال لك أسيدي عطيني أ أو، شوف معايا إلا بغيتي دير مجموع متجهتين. يعني بغيت نشأ أنا الهدف ديالي نشأ النقطة أو. وعندي النقطة أو كتربطها كتعرفها واحد الغولاسيون فيكتوريال. قال لي ا او كتساوي ا بي بلس ا دي. يعني اش؟ يعني انا خصني ناخذ ا بي بعدا، خصك تاخذ بعدا ا بي ديما ملي كيكون مجموع تاخذ بعدا ا بي. ناخذ لو فيكتور ا بي، هذه هي لو فيكتور ا بي. غادي ناخذ معاها لو فيكتور ا دي، غادي ناخذ معاها لو فيكتور ا دي. بغيت دابا نجمع هاد الجوج ا بي نزيد عليها ا دي، كيفاش غادي نجمعهم؟ غادي نجمعهم بالباراليلوغرام. كيفاش كنرسمو؟ ساهله. سنات البيركار دائما كتحط في النقطه المشتركه، النقطه المشتركه هنا هي. اذا غنحطو سنات البيركار في ا. عندي ثلاثة ديال النقط أ و بي، ودي النقطة الرابعة هي ال. غادي نمشي ندير سنات البيركار هنا وناخد هاد المسافة، هادي دورة البيركار هو ناقل المسافات ورسم الدوائر. إذا خديت هاد المسافة هادي بنحول سنات البيركار لهنا ونخلي القلم، لأن القلم غنرسم به، وندير واحد لاغ واحد القوس. ثم غادي ندير سنات البركار هنا. هاد المرة غادي ناخد هاد النقطة هادي سنات البركار، غنديال هاد لو بوان وغادي ندير لاخ ديالي. دونك غتعطيني واحد النقطة ديال التقاطع اللي هي هاي، واحد لو بوان شتيها. ودابا غادي نرسم الفيكتور ديالي اللي كنقلب عليها هي ا او. غادي نربط النقطه مع النقطه الجديده اللي غادي تكون اللي غتشكل لي النقطه او. صافي يعني رسمت دابا النقطه او انطلاقا من هذه الغولاسيون فيكتوريال. نفس الشيء غادي نرسم اف. اشنا هي اف؟ اف قال لي هي ا سي بلس ا دي، هي ا سي بلس ا سي ا دي. عندي ا سي هي
سي زايد دي نفس الشيء غادي ندير الباراليلوغرام صنات البركار في النقطه المشتركه في الاول غنبدا بهادي فين غندي السنه السنه دائما النقطه الاخرى ثم غادي نرسم قوس هاد المره غادي ندي صنات البركار لهنا والقلم غادي ندي لهاد النقطه ثم غادي نحول صنات البركار لهنا وغادي نرسم فوالا غتعطيني هاد النقطه هادي اللي هي النقطه اللي كنقلب عليها اللي هي النقطه اف صافي هادي هي لو بوين هادي هي لو بوين اف هاني رسمت الشكل ديالي بكل بساطه شويه بشويه غادي نتعلموا كيفاش نرسموا لها الاشكال مع التمارين مزيان هذه الحاجه الاولى اللي طلبوا منا الحاجه الثانيه اللي طلبوا منا في لاكتيفيتي قال لك اسيدي مونطري كو اف ايغال ا بي سي بالعربيه تعرفت قال لك بين لنا اف كتساوي بي سي كيفاش غنبينو اف كتساوي بي سي نعطيكم ولا للتفكير ما ربنا تلقى لنا الحل كيفاش غادي نديرو باش نتلاقاو هادي هنا غادي نديرو سكون ابي لا غولاسيون شال علاقة شال صافي غادي نديرو ما يسمى بعلاقة شال واخا حيت كاين فيكم لي غيقول لي استاذ راه العام الفايت راه دغيا دزنا على هاد الدرج ديال الكالكيل فيكتوغي راه ما قريناش مزيان استاذ عافاك شرح لنا ماذا نقصد بعلاقة شال غادي نشرح لك غولاسيون شال قبل ما ندوزو للجواب غولاسيون شال كتكتب شازز ولكن كتقرا شال بالعربية تعربت علاقة شال هي علاقة في الرياضيات هي واحد العلاقة علاقة علاقة شال ما هي علاقة شال وبما أتت هذه العلاقة وما هي شروطها وماذا تريد منا هذه العلاقة علاقة شال أو غولاسيون شال هي واحد العلاقة كتعاوننا في الغولاسيون فيكتوريال المبدا ديالها بسيط بزاف المبدا ديال غولاسيون شال بسيط كل البساطة كتقول لك أسيدي غولاسيون شال إلا بغينا نمشيو من أكادير لطنجة من أكادير لطنجة من أكادير حتى لطنجة وبغيت نرتاح بحال الرحلة ديالي دابا فيها 3 ايام ولا 4 ايام كل نهار بغيت نبات في مدينة مثلا نمشي اليوم من اكادير حتى لمراكش هادي كتسمى لو بوين دو ديبار هادي لو بوين داريفي نقطة الانطلاق نقطة الوصول راه كلكم كتعرفوا هادشي في الرحلات ملي كتنطلق كتخرج مثلا من اكادير كتكون غادي لمراكش اذا هنا كتسمى نقطة الانطلاق هنا كتسمى نقطة الوصول كتقول مثلا الرحلة ديالنا الخوت في هذا النهار راه بدات من اكادير الحمد لله اليوم وصلنا لمراكش غنباتو في مراكش سالات الرحلة الاولى الشق الاول سالا الغد ليه ملي غادي نفيق غتولي هادي لو بوين دو ديبار كنقولو صباح الخير كي دايرين كلشي مزيان اليوم ان شاء الله تعالى غادي ننطلق الرحلة ديالنا من مراكش
غادي تنطلق. يعني ولات عندي هنا ان بوان دو ديبار، ما بقاتش لو بوان داريفي ديال البارح، ولات لو بوان دو ديبار. غادي نمشيو لكازا، غادي ندوز واحد الليله في كازا، هادي لو بوان داريفي. ملي غادي نفيق الغد ليه غتولي نقطه الانطلاق من جديد. غادي نمشي للرباط، غادي ندوز فيها واحد الليله، لغد ليه غادي نجد الطريق لطنجة. اذا هذا هو التراجي اللي درت، التراجي اللي درت هو هذا. عرفت معايا البال عافاك باش تفهمني علاش داوي. التراجي اللي درت جيت من هنا حتى لهنا، ثم من هنا حتى لهنا، هذا هو التراجي ديال الرحله ديالي، المسار ديالها، ثم من هنا حتى لهنا. الا بغينا نمثلوا هذا الشيء متجهيا، اش كنقولوا؟ كنقولوا بلي ان الرحله ديالنا من اكادير حتى لطنجة قسمناها من اكادير حتى لطنجة فيكتور، قسمناها بالنقاط اللي هي وسيطه. درت من اكادير حتى لمراكش في النهار الاول، ثم بديت من مراكش حتى لكازا في النهار الثاني، ثم مشيت من كازا حتى للرباط في النهار الثالث، والنهار الرابع مشيت من الرباط حتى لطنجة. هذه هي غولاسيون شارل، يعني ما بين النقطة الأولى والنقطة الأخيرة إلا بغيت ندير نقاط وسيطة، إلا بغيت ندير نقاط وسيطة لأغراض معينة كيكون عندك الهدف منها. هنا دخلنا يام، هنا دخلنا كازا. انا هذا كديرو مراكش وكا غير شرحت بيهم، وفي الرحله الاخيره عندي الرباط طنجة. هذا الشيء منطقي وكلكم راه دستو من رحلات. الا ما كانت ما بين المدن راه تكون ما بين البوادي، ما بين القرى، ما بين هذا الشيء اللي كيقول لك شال. كيقول لك باش تمشي من واحد النقطه لواحد النقطه، مثلا بغيت نقدر نمشي من بي تال من ا تال بي، ومن بي تال نقدر نمشي من ا تال دي، من دي تال نقدر نمشي من ا تال اف، ومن اف تال نقدر نمشي من ا تال سي، ومن سي تال نقدر نمشي من ا تال بي، ومن بي تال دي، ومن دي تال سي، ومن سي تال اف، ومن اف لو. انا بغيت ندوز من هنا لهنا، واش فهمتوني علاش داوي؟ علاقات شاء الله سهله بسيطه جدا في المفهوم ديالها، وغادي نخدموا بها التمارين ديالنا وغادي تجيكم بسيطه. اجي دابا نطبقوا علاقات شاء الله هنا، سمعني مزيان. غادي تبدا دائما من هذا الطرف ديما، واخا يقول لك شي واحد لا بدا من داكشي اللي بدا ديما من الطرف اللي على اليسر في العلاقه اللي غتبين. كيجي السؤال كيقول لك بين لنا، غتاخذ هذا المتجه اللي على اليسر غتكتبها على بركه الله لدينا. قال لك بين لي بلي ان راه الطريق من او تالاف راه نفس الطريق من بي تال سي. يعني هاد الطوموبيل الا جات من هنا وغدا وانطلقت في 8 الصباح، ووحده انطلقت في 8 الصباح، وغاديين بنفس السرعه بنفس لا فيتيس اللي قريتو العام الفايت، غاديين ب 60 كيلومتر في الساعه بجوجات، راه غيوصلوا لهنا في نفس اللحظه. يعني قال لك اودي راه الا جا واحد من هنا وواحد من هنا راه بحال بحال، راه متساويين. نشوفوا غادي ناخذو حنا من هاد التلاف، ركز معايا باش تفهمني علاش داوي. اشنا هو الحرف اللي غندخل بغولاسيون شارل؟ ما هي النقطه المساعده من هاد التلاف؟ شكون اللي غيقول لي النقطه المساعده؟ رد معايا البال. دائما النقط اللي كندخل هنا بعلاقه شال، اللي كنفصل بها هذا المتجه هذه بعلاقه شال، هي النقط الرئيسيه اللي كيكونوا عندي. النقط الرئيسيه هما اللي كيكونوا عندك هنا ا و بي و سي و دي. النقط الثانويه هما اللي كيكون عندك في السؤال ديال كونستخوير، هادو ديال انشي وكيتسموا نقاط جديده. هادو هما النقط الرئيسيه. اذا هنا بعلاقه شال يا اما غتدخل ا، يا اما بي، يا اما سي، يا اما دي، ولكن واحد النقطة هي اللي صحيحة باش غادي نعرف انطلاقا من مما يسمى ب المعطيات، خريطة الطريق، المابس. عرفتي ديك المابس ديال الطريق؟ انا بغيت نمشي من او تالاف، اشنو غادي ندير؟ غادي نرجع لجوجل مابس. جوجل مابس هو هادشي اللي حط لك هنا، اش قال لك؟ قال لك اودي النقطة او والنقطة اف العلاقة اللي عندهم فيها ا، ا او ا اف، ا او ا اف،
ا او اف. اذا النقطه المناسبه اللي غادي نفرتك بها او مع اف هي النقطه غادي ندير ا زائد اف زائد ا اف لاحظ معايا انا ما عنديش او ا، انا عندي ا او، عندي المتجهه فيها ا او، هي اللي عندي هي اللي ممكن نخدم بها. اذا كيفاش غادي ندير لهذه باش تولي ا او؟ غندير ليها الناقص، ناقص كتقلب ليا هاد الجوج كتسمى المتجهه المقابله لو فيكتور اوبوزي. اذا باش نقلب هاد الحروف بجوج غادي ندير ناقص هنا، الا كانت ناقص بندير زائد ا او. دابا غادي تعوض كل فيكتور بالاكسبريسيون ديالها، ناقص ها هي بين قوسين غنعوض هادي ا بي زائد ا دي. غنعوض ا اف ب ا سي زائد ا دي. غادي ندير بحال هكا نشرو نبسط موا ا بي moins AD plus AC plus AD. عندك تقولي غنشطب راه ما كنشطبوش هنا، غادي نرجع كلشي موجب. اذا غتعطيني بيا plus تيا، رد البال راه قلت لك باش تقلب هاد الجوج حروف الا كانت ناقص غدير زائد، شونجي هاد الاشاره، قلبنا ا مع بي شونجينا الاشاره، زائد AC زائد ا دي. غادي نشوف شنو هما المتجهات اللي غادي نبسط. كاينه عندي بي ا مع ا سي، غادي نجيبهم حدا بعضياتهم، بي ا بلس ا سي هادو حدا بعضياتهم، تي ا بلس ا دي. هنا كاينه عندي غولاسيون، ان شاء الله لاحظ معايا ديما العلاقه شحال ملي كتسالي واحد المتجهه بواحد الحرف وكتبدا به المتجهه اللي حداها. اذا هنا راه تقدر انك تزدي بي مع السي، هادي غتعطينا لو فيكتور بي سي. نفس الشيء هنا عندي ا، اذا غتعطينا لو فيكتور دي دي. اذا غتعطينا لو فيكتور بي سي بلس لو فيكتور نول اللي غتعطينا لو فيكتور بي سي. اش كنقصدو بلو فيكتور نول؟ حنا وصلنا للجواب ديالنا بعدا. او اف كتساوي بي سي، او اف لقيناها كتساوي بي سي، نكتبو بعدا الجواب. اذا لو فيكتور او اف ايكالا بي سي. اشنو كنقصدو بلو فيكتور نول؟ لو فيكتور نول او المتجهة المنعدمة، فيكتور نول ماشي هادي صفر، راه فيكتور نول. المتجهة المنعدمة هي ا، هي بي بي، هي سي سي، هي الفيكتور دي دي، هي الفيكتور او. حنا غاديين الى تعاود عندي نفس الحرف، هذا كيتسمى لوريجين الاصل، وهذا كيتسمى ليكستريميتي الطرف. الا كان الاصل هو الطرف يعني لوريجين ديال الفيكتور هو نيت ليكستريميتي، راه كتعطينا الفيكتور نيل، كتعطينا الفيكتور نيل. اذا هذه هي الفيكتور نيل بكل بساطه، هذه غير اضيف الى معلوماتك. ما تنساوش هذا راه النشاط، راه مازال ما بديت الفقرات ديال الدرس، هذا غير بينا نعرفوا مجموعه من الامور تردوا لهم البال. السؤال الموالي غيقول لك اعطيني لا ناتور ديال الكادغيلاتير ديدويغ، دونك ديدويزون لا ناتور، نتعرفوا بعدا المصطلحات لا ناتور دو كادغيلاتير الرباعي، دو كادغيلاتير
A B A B E F C B E F C B لنستنتج طبيعة الرباعي. هذا الرباعي هذا كنقصدوا هذا الرباعي غادي نرسمو لكم دابا باش تفهموني علاش داوي. كنقصد ملي كان قلت لكم الرباعي كنقصد هذا اف سي بي هذا دونك غتلاحظوا من الشكل غيبان لك باراليلوغرام ولكن خصنا ديمونستراسيون علاش باراليلوغرام غتقول لي لدينا اف ايغال بي سي اذا شوف كيفاش كيتقرا شوف الشكل دائما كيتقرا واحد جوج ثلاثة أربعة الشكل ديما كيتقرا برا لداخل برا لداخل بحال كطوي شي حاجه بحال كطوي شي سروال كطوي هادي وكطوي هادي دونك واحد جوج ثلاثة ماشي واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة إذا إلا بغيت تقرا الشكل غتقول أو إف سي بي ماشي بي سي أو إف سي بي متوازي أضلاع صافي دونك E F C B est un parallélogramme. إذا هذا هو النشاط التعريفي ديالنا بهذا الشيء اللي غادي نديروه تباعا. إذا غادي نتعلموا مجموعة من الأمور، أول حاجة غادي نتعلموا غادي نشوفوا مجموعة من المعلومات، ثم غادي نتعلموا لا غولاسيون شال، ثم غادي نشوفوا لا ملتيبليكاسيون دان فيكتور باغ ان نومبغيال، ثم غادي نشوفوا حتى نوصلوا للميليو دان سيغمون. صافي متبعين معايا؟ يلا دابا غادي ناخذ مجموعه من المعلومات غادي نديرو بروبريتي بحال كنقريكم دابا الدرس ديال القسم خاصيه ما بغيتش نعطيكم داكشي غير طق 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 لا نعطيكم كور كنقولوا بلي ان جوج ديال لي فيكتور متساويين امتى دو فيكتور سون ايغو امتى سيل امتى كيكونوا جوج المتجهات متساويين الى عندهم لا ميم زيد كيتسمى ديريكسيون نفس الاتجاه ايوا زيد ميم سونس نفس المنحى ايوا زيد اي ميم نورم او بيان ميم لونغور et même norme ou bien même longueur ou bien même longueur نفس الطول او نفس المنظم بالعربيه تعربت هنا بعدا اون نوت لا نورم دان فيكتور
La mort d'un victorieux par كنديرو لي بحال هكا. نترجم لكم هادشي للعربية. تكون متجهتان متساويتان، باش تيلا قريتي هادي ما فهمتيش شي كلمة تلقاها لتحت. إذا كان لهما نفس الاتجاه ميم سونس نفس المنحى ميم نورم نفس المنظم. نفس المنظم اون نوت لا نورم نرمزو لمنظم متجهة بي كنديرو بحال هكا يو هذا كيتسمى لا نورم كيتسمى المنظم. هذا هو الرمز ديال المنظم ديال لا نورم ديال لا لونغور ديال الطول ديال المتجهة. صافي واحد شويه غادي نديرو الملخص ديال هادشي اللي غادي نديرو في الفقره الاولى والثانيه. غادي نديرو ملخص باش تعرف شنو ما اهم الامور اللي خصك تعرف من الكور، شنو هو السلاح اللي خص يكون عندك. نكملو لي بروبريتي ديالنا. A B égale à C, D A B égale à D C. شنو كتعني هادي؟ كتعني signifie que قراها مزيان A B C D واحد جوج ثلاثة أربعة que A B C D est un parallélogramme. صافي فيما تبان لك هادي عرف راه باراليلوغرام. غنوريك غنوريك بعد قليل ديال الترابيز ديال شبه منحرف امتى كيكون عندي باراليلوغرام امتى كيكون عندي الترابيز. غتعلم كلشي. صافي سينيفي كو الناس اللي غيديروا اللي كيقراو بالعربيه وباش تفهم تعني ان ا بي سي دي باراليلوغرام هو باش بلا ما نعاود الجمله كلها متوازي اضلاع. يلا الاخرى كذلك الى لقيتي هادي ا سي كتساوي ا بي بلس ا دي حتى هاد العلاقه كتعني بلي عندي متوازي اضلاع. داكشي علاش كنرسمو بها متوازي اضلاع. داكشي علاش كنرسمو بها ان باراليلوغرام. داكشي علاش في الاول فاش كانت عندنا ديك المتجهه في لاكتيفيتي قلت لك اودي باش ترسم هاد لو بوين كنديرو الباراليلوغرام كنديرو متوازي اضلاع. اذا هادي راه العلاقه الخاصه والمميزه لمتوازي اضلاع. سينيفي كو ا بي سي دي est un parallélogramme. حتى هي كتعني نفس الحاجة. إذا هادي وهادي كيعنيو نفس كيعنيو نفس الحاجة هادي وهادي كيعنيو أن هذا راه باراليلوغرام هذا باراليلوغرام متوازي أضلاع بلا ما نترجمه. ثم خرجنا من لاكتيفيتي كذلك ان ا بي زائد بي سي
هادي غتعطيناها السي. كيفاش جمعناها؟ جمعناها بغولاسيون شال. صافي شرط، غنعطيك الشروط ديال شال باش تفهمها مزيان وتضبطها. غنعطيك الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ باش تفهموا. غولاسيون شال كل حاجة غادي نشرحها لك بلي ديتاي ديالها. عندنا كذلك، شفنا كذلك في لاكتيفيتي سي اون ا اي بي دو بوان كونفوندو، ا اي بي دو بوان كونفوندو، دو بوان كونفوندو كنقصدو بها نقطتين منطبقتين. يعني ا هي بي نيت، ا هي نيت بي. الوغ فان لو فيكتور ا بي الا كانت ا هي بي، اذا بحال قلتي ا بحال قلتي بي بي، واللي هي الفيكتور نول، كتسمى فيكتور نول. هادي كتقرا، هادي كتقرا فيكتور نول، بالعربية تعربت ماشي صفر، متجهة منعدمة. دونك هادشي اللي عندي في لاكتيفيتي. غادي نديرو اون بتيت ابليكاسيون، غادي نديرو اون بتيت ابليكاسيون، ولا قبل ما نديرو اون بتيت واخا ماشي مشكل، نديرو اون بتيت ابليكاسيون باش نشرح لكم علاقة شهر. ندير واحد 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 لابليكاسيون صغيرة، حطو شي صغيرة. Question 1. Simplifier. Soit le ou. Basset. BC plus AB. Moins AC. Moins B. Thania. AC moins DB. Plus CE. Plus DA. Plus EB. De des vecteurs. صافي بغيتك تبسط ليا غير هاد الجوج بركه باش ما نطولوش باش نخدمو التمارين. بسط ليا غير هاد الجوج. اولا نصائح مهمه لتطبيق علاقه شال، نكتبها لك هنا. هنا نصائح مهمة لتطبيق علاقات شال، انتبه لها.
لا تطبق علاقة شال في حالة الإشارات السالبة. بلاش. أول مرحلة تخلص من الإشارات السالبة. بقلبي حرفي المتجهة. نعطيك مثال. عندي مثلا، نعطيك غير مثال، عندي مثلا ناقص بي سي، اذا غادي نردها انا زائد سي بي بحال هكا. اول مرحلة تخلص من الاشارات السالبة، صافي. هذه المرحلة الأولى. رتبي المتجهات بحيث يكون يكون الحرف المشترك هو طرف المتجهة الأولى، وأصل المتجهة الثانية. أعتذر لك تبدأ هذا الشيء بالعربية لأن بغيتكم تفهموني أكثر، بغيتكم تفهموني أكثر من أنكم تجاوبوا. رتب المتجهات بحيث يكون الحرف المشترك. كيفاش؟ مثلا انا عندي، رد معايا البال، مثلا انا عندي اسيدي بي سي، رد معايا البال، زائد دي بي. اذا غادي نرتبهم بحيث داك الحرف المشترك، اشنو هو الحرف المشترك هنا؟ اشنو هو الحرف المشترك؟ الحرف المشترك هو بي. خص هذا الحرف المشترك يكون هو طرف المتجهة الأولى اللي غنحط هنا. إذا هنا الطرف بي هو ليكستريميتي، إذا غندير دي بي يكون طرف المتجهة الأولى، وأصل هذا لوريجين. إذا داك الحرف المشترك ضروري خص يبان عندي الوسط باش ما نغلطش، حيت إلا ما بانش عندي الوسط يقدر نغلط، وإلا غلطت غير في وحدة راه كلشي غلط. دابا غتولي عندي دي سي ديريكت. ملاحظة أخرى ترد ليها البال، مثلا عندي أ بي زائد أ بي سي، راه غادي دير ا داك العدد المشترك، غدير ا بحال كتعمل بين قوسين اونتر بارونتيز ا بي بلس بي سي اللي غتعطينا ا سي، وكتطبق علاقه شال على هادو. الا كانوا هاد الارقام مختلفين راه ما من حقكش انك تطبق غولاسيون شال. الا كان هذا موجب وهذا سالب راه ما من حقكش انك تطبق علاقه شال، واخا تكون هنا سالت ببي وبدات ببي راه ما من حقكش. طابا لو دوا، و طابا لو دوا يعني بعض السلوكيات اللي ما خصكش دير بيهم. اخطاء متداوله. بعض الاخطاء المتداوله هو ان التلميذ مثلا كيجي كيدير، كتعطيه مثلا ا بي ناقص بي سي، كيجي كيقول لك استاذ راه كتساوي ا سي، وطبق زعما كوم كو راه طبق علاقه شال. الخطا اللي دار هذا التلميذ هو انه ما ردش البال لهذا الناقص. علاقه شال ما كتكونش فيها ناقص يا حبيبي، علاقه شال كتكون فيها زائد. علاقه شال ما كتكونش فيها ناقص بالمره، إذا خاطئة، خطأ. أشنو هو الصواب؟ أشنو هو الصواب؟
ناقص بي سي هي بي زائد سي بي. الله يجعل البركة. ما صافي كتبقى هكا، ما كتحسبش مازال، ما كتبسطش، ما كتبسطش مازال. هذا الخطا الاول. كذلك كاين اللي غادي يجي مثلا غادي تكون عنده مثلا جوج مثلا، ولا واحد على جوج، ولا ثلاثه، ولا جوج ا بي مثلا زائد ثلاثه بي سي. غايقول لك هذا وسهلا استاذ، راه كتسالي بي وكت ماشي هكا، اكثر من ذلك. نقول لك اكثر من ذلك، يا الله اكثر من ذلك. هذه راه باينه بلي عندنا غلطه. اكثر من ذلك اللي كيتصيدوا فيها بزاف التلامذ، اللي كيتصيدوا فيها بزاف التلامذ هي هذه، كتكون زايد. هذه كيتصيدوا فيها بزاف ديال التلامذ. هو جوج، شوف جوج كيحط جوج، كيقول لك عندي علاقه شال هنا، راه نساب لي ان هذا فيه جوج وهذا لا. كيقول لك حكه ما حكه، راه بين طبقوا استاذ واحد الغولاسيون شال هنا بحال داك اللي كيتكون عنده جوج اكس زائد ثلاثة، جوج اكس زائد ثلاثة مثلا، وكيقول لك استاذ راه بتعطيني جوج زائد ثلاثة لا، وكيقول لك غتعطيني اسي. هذا خطا كارثي. الا بغيتي تحسب علاقة شال خص ضروري يكون هنا نفس العدد. اذا كيفاش غنديرو هادي لهادي؟ غدير جوج ا بي ها هي زائد بي سي، غادي تفرتك هادي هي ا بي بلس ا بي بلس بي سي. دابا مزيان، هادي غتبقى، هادي غتجمع مع هادي بغولاسيون شال، اذا غتعطيني السي وما كنحسبوهاش مازال. اذا هذا صحيح. اذا نميزوا عفاكم بين الاخطاء اللي ما خصناش نرتكبوها والحاجه اللي هي صحيحه. اذا نجيبوا على التطبيق. هادو غير بعض المعلومات الاساسيه اللي خصك ضروري تعرفهم. نديروا لا كوريكسيون. علاقة شال سهلة انك تتعامل معها، ولكن ما تبقاش غير كتلوح عليها، كتطبق بشروط. اذا ناخذ الفيكتور الاولى، شوفوا دابا معايا كيفاش نطبق هاد النصايح اللي قلت لكم. دابا غنطبق النصايح حرفيا. اول حاجه بعدا عفاك هو ان نحيد عليها الاشارات السالبه. اذا بي سي بلس ا بي، كاينه واحد الاشاره سالبه هنا، كاينه واحد الاشاره سالبه، اذا غنردها زايد. اذا هاد الجوج غادي نقلبهم سي ا. كاينه واحد الاشاره سالبه هنا، هاد الجوج غنقلبهم ا بي. وخدم كيما عجبك كما يحلو لك، غير حاول انك ترتبهم. عندك تغلط، راه الا غلطتي راه مشى كلشي، خصوصا التمنين كيكون مرتبط. اذا غنجيب هادي لهنا ا بي بلس بي سي بلس سي ا بلس سي بي. راه كاينه مليون طريقه، ماشي بالضروره انك تجمع هادي، تقدر تجمع اي متجهتين بانوا ليك انت، ماشي بالضروره دير بحالي، ولكن خصي يخرج ليك بحالي. غتلاحظ هنا بلي عندي بي بي، عندك تشطب عليها، راه ما كنديروش تشطاب. اذا هادي غتعطيني ا سي. هنا ما كاين والو، لحظه بعدا السي ا زائد ا بي ماشي السي بي، انا اللي غلطان بي ماشي السي بي. اذا هنا كاينه اذا سي ا بلس ا بي كاينه ا مشتركه، اذا سي بي. ثم ما بين هذه وهذه كاينه، اذا النتيجه النهائيه غتكون هي الفيكتور ا بي. شكرا على التقديم يا غبي، شكرا لك. يلا الفيكتور الاخرى او سميتو الغولاسيون فيكتور هي الاخرى.
AC moins DB plus CE plus DA plus EB. هنا غادي نوريك اشهر التمارين اللي كيحطوهم لي بروف في الفروض، حيت هذا النوعيه ديال سميتو ديال الدروس حدهم هذا الدرس هذا، وغادي يجي واحد الباري سوندر في السيزيام صافي لا جيومتري اوكليديا. من بعد غتخدموا بلا جيومتري اناليتيك، داكشي ديال لي كوردوني اكس لوف سول اورتو بلا بسيس سميتو لوردوني، كيفاش كنحددوا لا ديستونس، كيفاش كنحددوا كذا، بزاف د الحوايج غتعلمهم من بعد. اذا غادي نتخلصوا من الاشارات السالبه اسي في نفس اللحظة. بغيت نخدم انا مثلا غنجيب هادي مع هادي، وغنتخلص من الاشارة هنا غتولي بي دي، نجيب هادي حداها او بي نخليها هنا بوحدها معكلة. اذا ا سي بلوس سي هي ا، بي دي بلوس ديا هي بي ا بلوس بي. خدم اللي عجبك، سواء هادي مع هادي ولا هادي مع هادي. هنا غتعطيني بيا ضروري ترتبهم، اذا بيا بلوس ا هي بي او بلوس او بي، غتعطينا لو فيكتور بي بي اللي هي لو فيكتور نول، غتعطينا لو فيكتور نول. فوالا متجهه منعدمه. تري بيان تري بيان تري بيان تري بيان، برافو مزيان. الرضا الرضا يا الرضا. صافي يلا كملوا. دابا غادي نشوفو دوزيام بارتي من الكور، غادي نشوفو الشق الثاني من الدرس اللي غادي نتعلمو ليه جميع، وهاد غولاسيون ان شاء الله غنوريكم فين نوضفوها في التمارين، ناخدو المعطيات اللازمه ونكملو. الفقره الثانيه من الدرس او المعلومه الثانيه اللي خصك تعرفها هو جداء متجهه في عدد حقيقي. دونك هنا ملتيبليكاسيون دان فيكتور، ملتيبليكاسيون دان فيكتور باغ ان نومبر ريال. هنا غتبدا عندنا الخدمه، جدا متجهه في عدد حقيقي، جدا متجهه في عدد حقيقي. جدا متجهه في عدد حقيقي كنقصدو به هذا، غادي نلخص لك هادشي اللي غادي نقول لك، غادي نلخصو لك فيما يلي. جدا متجهه في عدد حقيقي كنرمزو ليه بكا يو، كا يو واحد العدد مضروب في واحد المتجهه. مالهم استاذ رد معايا البال. بالنسبه للعدد كا كاين فيه جوج ديال الحالات، يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. كا فيه جوج ديال الحالات، يقدر يكون كا موجب يقدر يكون سالب. تري بيان. إذا يقدر هاد كا هذا يكون موجب، يقدر هاد كا يكون سالب. إلا كان موجب شنو هما المعلومات اللي عنده أستاذ؟ المعلومة الأولى اللي عندي بلي أن لي دو فيكتور أو إي كا يو
au même sens. لهما نفس المنحى. لهما نفس المنحى. ثم الشدة لا نورم، هذه معلومة ضروري يعرفوها التلامذة. لا نورم ديال الفيكتور كاي إيكالا كا فوا لا نورم ديال يو. لا نورم راه هو الطول، يعني الطول ديال هاد المتجهة كيساوي هاد العدد مضروبة في الطول ديال هاد المتجهة. مثلا تلاتة يو وكانت يو الطول ديالها هو جوج سنتيمتر، إذا الأخرى غتكون تلاتة في جوج اللي هي ستة سنتيمتر. واش فهمتوني اش كنقصد بالطول؟ الطول العبارة ديالها، الطول ديالها. إلا كان كا أصغر من صفر غيكون عندهم دو سونس أوبوزي، منحيان متعاكسان، وحدة كتشرق الأخرى كتغرب. إلا كان أ عدد سالب راه يو كا يو أون دو سونس أوبوزي، دو سونس أوبوزي، لهما منحيان متعاكسان. و لا نورم ديال كاي بما ان كا سالب غنديرو ليه الناقص باش يرجع موجب. مثلا كانت هنا ناقص 4 غنردوها 4، لان لا نورم، لان المنظم راه ديما موجب حيت الطول، الطول يكون دائما موجبا. اذا موان كا فوا لا نورم ديال يو. اذا ركز معايا على هاد الجمل اللي كتبت لك هنا، اون ميم سونس الا بغيت نرسمها، اون دو سونس اوبوزي الا بغيت نرسمها. كيفاش دابا غادي نرسم هاد العجب؟ كيفاش غنرسم؟ كيفاش غنرسم؟ السؤال المطروح، كيفاش غنرسم؟ مثلا رد معايا البال، قال لك اسيدي ارسم ليا، اولا عندي رد معايا البال، نكتب لك كاع المشكله غيكون عندي. ا بي سي ان تريونغل، مثلث عطيه بطيء شوي، عطيتك اسيدي ام كتساوي جوج ا بي، وعطيتك اسيدي ان كتساوي واحد على تلاتة ا سي، وعطيتك اسيدي ا بي كتساوي ناقص جوج على خمسة بيس، لا بي بي جوج على خمسة بي سي. داكشي اللي في وسط الخطاطة هو اللي غادي نشرح لك دابا. سهلة سهلة، هادشي اللي كتب لي في وسط الخطاطة. دابا المتجه يو، عندي المتجه يو كاينه عندي، قال لي مثلا نرسم ثلاثة يو، نرسم ثلاثة يو سهلة. لحظة بعدا نخرج الورقة لأن هادي كملات. أنا نشرح ليك شنو كاين تما. هناك الله، غنشرح لك شنو كاين تما. قال لك مثلا عندي هذه هي الفيكتور يو، قال لك هذه هي الفيكتور يو، هي هذه. قال لك ارسمي لي 3 يو اولا جوج يو، بغيت جوج يو، بما ان جوج
ايت ان نومبر بوزيتيف عدد موجب، اذا هاد جوج اي غتكون في نفس المنحه، يعني ها واحد اي ها جوج اي قدها، والطول ديالها غيكون جوج المرات الطول ديال هادي. الا كان الطول ديال هادي هو هذا، اذا هذيك الاخرى غتكون هي هادي، هي هادي كلها كتسمى جوج ديال اي، يعني كاينه في نفس المنحه ديالها، نفس السونس ديالها. هادي كلها اللي درت دابا بالخضر كتسمى دو اي. غادي نلاحظوا بلي ان اي ودو اي راه عندهم نفس السونس، غاديين في نفس البلاصه. الا قلت لك دابا ديري ليا موان دو اي او لا موان اي ولا موان 3 سور دو اي، يعني واحد القطعه ونص ولكن ناقص سالبه، فين غتكون؟ غادي تكون لهاد الجي، لان عندي عدد سالب، ها هو اللي كيفرقهم، شتيه؟ هادي هي يو غتكون هي لهاد الجي ديالي، لهاد الجي. الا كانت هادي غدا هكا، هاد ناقص 3 على 2 غتكون غدا هكا العكس، غتكون فيها وحده من هادي والنص ديالها، ها وحده اللي فيها 2 سنتيمتر والنص، اذا ها هي شتيها. من بعد غنوريك كيفاش غترسميها. المهم انا اللي كيهمني دابا نوريك غير ديك ميم سونس دو سونس اوبوزي. ها هي هادي دابا هي ناقص 3 على 2. دابا اللي غنسولك هادي كتشوف لهاد الجي غادا لهاد الجي السام غادي هكا، هادي السام غادي هكا، كنقولوا على ان موان 3 سيغ دو اي اللي هي كا او اي او، هادي وهادي عندهم دو سونس اوبوزي، منحيان متعاكسان. هادشي اللي بنشرح لك فقط، هادشي اللي كتبت تما في الخطاطة. اجي دابا نوريك كيفاش كنرسموهم. عطيني دماغك، غادي نعمرو هاد الورقة هادي بالرسومات. هادي هاد الورقة اللي تعمار أول مرحلة خصك تعلمها هي أنك ترسم. أول مرحلة خصك تعلمها عندي أنا بعدا هي أنك تكون فنان، هي انك ترسم الاشكال. اذا شنو عطانا؟ قال لنا ودي ابسي راه مثلث، غادي نرسم واحد المثلث عشوائي، ولكن خصني نكون ذكي، خصني نكون ذكي. كيفاش نكون ذكي؟ رد معايا البال، شوف بعدا واش هادو هما الاضلاع الرئيسيه، السي ديال الرئيسي حيت كاين في المثلث. غنمشي نقسم هاد الضلع على ثلاثه، ماشي نقسمو على ثلاثه، غادي ناخدو العبار اللي غادي ناخذ فيه، حيت ما عطانيش العبار، العبار اللي غادي ناخذ في هذا غادي ناخذ فيه عدد اللي كيقبل القسمة على ثلاثة، باش دغيا نقسم بالمسطرة، ما نحلش. بي سي الضلع بي سي، غناخذ فيه واحد العدد اللي كيقبل القسمة على خمسة، مثلا خمسة سنتيم، باش دغيا نقسم التدريجات. و أبي ما عنديش مشكل، غير هو ملي كيكون مثلا ثلاثة أبي ناخذ القطعة أبي صغيرة، باش ثلاثة أبي، لأن إلا خديت مثلا جا واحد رسم المثلث قدو قلت لي خلا وبي يدير اب ثلاثة اب بي، عرفتي فين بيدير؟ عند الجيران. واش عرفتي شنو هي ثلاثة المرات ولا أربعة المرات اب بي؟ إذا نرد البال دائما النقطة اللي غترسم هنا، كتعرف التصور ديال الشكل ديالك، واش غترسم شكل يكون كبير ولا شكل يكون صغير ولا على هزال. إذا هنا أنا مثلا ناصي غادي ناخذ ثلاثة سنتيم أو لا ستة سنتيم أو لا أربعة ونص، عدد اللي كيقبل القسمة على ثلاثة. هنا غادي ناخذ خمسة سنتيم مزيانة، لان الا خديت كثر غيكون الشكل كبير. هنا غادي ناخذ القطعه بي تكون شويه ستيتوه. اذا هنا قال لك اسيدي اسي نقسموها على ثلاثه، اذا غادي ناخذ فيها مثلا 3 سنتيم، بارك 3 سنتيم، 3 ولا 4 ونص كاع الا كثرت، 4 ونص باش نقدر نقسمها على ثلاثه، 1 ونص. شتي دغيا غتقسمها على ثلاثه، شمن ضلع هذا الضلع اسي، ثم هذا غادي ناخدو قابل القسمة على خمسة، شتي غادي نحصلو في الشكل من بعد، قلتلك غادي نحصل في الشكل، قلتلك ما غاديش ناخد خمسة ناخد جوج ونص، ناخد ربعة، نقدر نقسمو ربعة على خمسة ياك.
هذه لا خديت خمسة. صافي ناخد الشكل كانت مزيان. كنرسمو ميم طو كان 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 قاد. كيفاش دابا غادي نحط هاد النقط هادو؟ شوف اش قال لك، قال لك ام كتساوي جوج المرات ابي، ارسم بعدا جوج ابي، النهايه ديال هاد السام اللي غادي تعطيك هادي غتحط فيه النقطه ام، غنرسمو جوج ابي. اش كنقصدو بجوج ابي؟ غادي نمددو هاد ابي هادي حنا مددناها، غادي ناخد يا اما المسطره ديالي يا اما البركه، وغادي ناخد جوج ديال ابي، ها واحد ابي ها هي راه ديجا مرسومه، باقي ناقصنا قطعه وحده، ها جوج ابي، بغيت ثلاثه ها ثلاثه ابي، ها اربعه ابي، على حسب انا شنو بغيت. اذا قال لي ها واحد ابي ها جوج ابي، اذا هذه هي جوج ابي. هنا فين غتكون النقطه ديالي اللي كنقلب عليها اللي هي النقطه ام؟ اذا ام كتساوي جوج المرات ابي. قال لي دابا ان كتساوي واحد على ثلاثة اسي، ان كتساوي واحد على ثلاثة اسي، غناخد القطعة اسي غنقسمها على ثلاثة، واحد جوج واحد جوج ثلاثة، غادي ناخد قطعة واحدة، علاش؟ حيت قال لي من ا تال ان راه كيساوي واحد على ثلاثة اسي، أعيد، غادي ناخدو اسي. القطعة ماشي متجه، القطعة سي غادي نقسمها على ثلاثة وغادي ناخد منها وحدة بحال حلوة كيكة. قسمنا كوميرا قسمناها على ثلاثة غادي ناخدو هاد المرسو هذا. إذا هنا فين غتكون عندي النقطة الجديدة اللي كنقلب عليها اللي هي لو بوان ان كتساوي واحد على ثلاثة سي. بالنسبة للأخرى بي بي، بي بي كتساوي ناقص جوج على خمسة. كتبها لكم هنا باش تفهمونا اش بندير. بي بي كتساوي ناقص جوج على خمسة، ما عمرك نتا تاخد ناقص، إلا خديتي ديتيها في هاد الناقص غتلف، غتاخد القطعة بي سي غتقسمها على خمسة، إذا قسمنا على خمسة غادي ناخدو جوج القطع، أستاذ رجوع الله، ولكن واش هادي هي النقطة بي؟ لا، حيت كاينة ناقص، هاد القطعة دابا اللي درتي، هاد البلاصة هادي، هاد المتجه هادي، اللي كتمثل لنا جوج من اصل خمسة ديال القطع كتسمى جوج على خمسة بي سي، غادي ليها هكا بالبركه وتحولها للجهه الاخرى هكا باش كنديرو لو فيكتور اوبوزي، ديك اللي فيها ناقص هكا كترسم. ثم غتمدد هذا بقلم الرصاص، امين امين بوبي كاين اللي ما ضبطهمش، انا كندير الكور للناس اللي ما ضابطين والو. اذا هذه هي لو بوين اللي كنقلبوا عليها هي هذه، هذه هي لو بوين بي. اذا كنقولوا بي بي هي موان 2 سور 5 بي سي، كتمشي كدير 2 سور 5 بي سي ثم كدير الموان ديالها فقط، كتاخذ هذه ثم مثلا قال لك موان 2 ا بي كتاخد جوج ابي وكترجعها لهنا، كتاخدها كلها ورجعها بالبيركار مزيان. مزيان زيد ا بي سي دي ان باراليلوغرام. متوازي اضلاع.
construire les points مش اللي هاد النقط AM égal à 1 sur 2 AB. B B B B N égal à 2 sur 3 BC. D M D P DP DP égal moins 2 CD. M N P Q A Q égal 3 sur 5 3 sur 5 DQ. يلا دير محاولة وارسم لي الشكل. يلا دير محاولة. يلا دير محاولة وارسم لي الشكل. نخلي لكم محاولة نرتاح شوية وارسموا لي الشكل. هاكي كتساوي 3 على 5 دي كيو. هاكي كتساوي 3 على 5 دي كيو. مالها هاكي كتساوي 3 على 5 دي كيو عادية دغيا زربتو واقيلا على هادو. هادي مسكينة. ها شوفو من حالها. ها راه عرفت بلي كاينة كيو هنا وكاينة كيو هنا. وكيفاش نحيدوهم؟ يلا نخلي لكم مهلة للتفكير. راه عرفت بلي كاينه كيو تما وكاينه كيو تما. راه درتها عنوة. كيفاش غادي نديرو ليهم؟
يلا كيفاش بين ديروا ليها؟ كيفاش بين ديروا ليها؟ هي ما واضحاش ديكو ديكو. انا اسحب نوش قلتي لي زعما ياك ما فيها شي خطا. اي صحابني زعما حيت قالوها لي طنط في القسم ملي عطيتهم واحد الثمانين بحال هكا قال لك استاذ لا واقيلا استاذ راه ما عنديش راه ما عندناش هاد النقطه كيفاش غادي نلقاوهم. قلبوا عليهم تري بيان تري بيان تري بيان تيغدي ميغدي. يلا النقط اللي باينين راه باينين، النقط اللي ما باينينش راه ما باينش. تاكد دائما الله يرضي عليك دائما وابدا ديما تاكد بلي ان النقطه راه كاينه نقطه مشتركه في الاول. ها هنا لا تاكد بلي ان هناك نقطه مشتركه بين المتجهتين وهي الاصل ديال كل وحده فيهم. تاكد بلي ان عندهم نفس الاصل تاكد تري بيان تيغ دي ميغدي. وايلي وايلي ما نخافش عليك هاد تيغ دي ميغدي. دابا نرسمو بعدا الباراليلوغرام. شوف معايا دونك هنا ماشي مشكل نرسمو الباراليلوغرام كيما كان. الله يرزقها الصحة والسلامة. ا بي بي سي غيكون قابل للقسمة على ثلاثة وهذا ماشي مشكل صح. رسمو هذاك الشيء كيما كان. الباراليلوغرام راه ساهل انك ترسمو ديري غير بحال هكا. رسم هاد جوج تلا ضلاع وكمل كمل بالبيركار تا تيما راه بالبيركار الشباب. ثم غتاخد هدا انت رسمتي الباراليلوغرام. دونك عندي هنا باراليلوغرام كيبان لي بحال بحال عوج واحد شويه ما عرفت لا كيتخيل ليا شتا قلتلك قلتلك كاين شويه ديكالاج الشكل غير كنكون فيه شويه ديال الديكالاج كيضروني عينيا. اذا هذا هو بي سي دي. قال لك اسيدي ا ام كتساوي واحد على جوج ا بي القطعه ا بي غنقسمها على جوج غناخد وحده. تقسمها تقدر تقسمها بالمسطرة عادي. قسمها بالمسطرة نشوفو شحال فيها ونقسموها. فيها ربعة ونص هي جوج فاصلة خمسة وعشرين ياك جوج خمسة وعشرين بلا ما نديرو داك البيركار ونقلبو على المنتصف القطعة ما مساليينش. اذا هذا هو المنتصف ديالها. اذا هنا فين تكون النقطه هذه هي ام. قال لك دابا بي ان هي جوج على ثلاثة بي سي. بي سي غنقسمها على ثلاثة غناخد جوج غير بالمسطره ديالك عرفياش كدير بين عبرها فيها ثلاثة فاصلة ثلاثة نيشان لا 3.5 6 7 8 3.8 مقسومة على 3 بتعطينا تقريبا 1.1
واحد فاصلة جوج تقريبا، ماشي يكون هي تقريبي، واحد فاصلة جوج، جوج فاصلة أربعة، ماشي كيكون تقعان هاد الجبنة، داكشي نيشان لاصق، ما نحلش بزاف مع هادشي. إذا بي تعطينا بي سي قسمناها على ثلاثة بناخدو جوج، بناخدو جوج من بي، غنبدا من بي وغادي ناخد جوج، رد البال غنبدا من بي. ها هي كتبدا من هنا وكتوصل لهنا، ماشي كتبدا من هنا وتوصل لهنا. إذا هذه هي النقطة ان بي ان كتساوي جوج على ثلاثة بي سي. يلا الأخرى لاحظ معايا، دي بي كتساوي ناقص جوج سي دي. دي بي كتساوي ناقص جوج سي دي. انا كنقول بلي خص ضروري تكون نقطه مشتركه في الاول، يكون عندهم نفس الاصل. اذا هادي غنقلبها غتولي جوج دي سي. اذا دي بي هي جوج دي سي، غنمشي نرسم جوج دي سي. غنعبرها ونحولها ولا نحولها بالبركار اللي عجبكم. اذا بي تعطيني 4 ونص، اذا غنضربها في جوج غتعطيني 9. هادشي دابا انا كنوريك كيفاش ترسم، وانت ما عندكش البركار، كوفري ما عندكش البركار، بحالي بحالك انا وياك فقراء ما عندناش في البركار، او نسيتي ما ديتيه او. اذا هادي هي النقطه بي، بقات لينا نقطه وحده. قال لك اسيدي اكي غتعطيني 3 على 5 دي كيو. لاحظ معايا ان النقطه كيو هي نقطه مجهوله، نقطه جديده، نقطه غنرسمها انا، ما يمكنش النقطه اللي غادي نرسم تكون عندي هنا وتكون عندي هنا، كيبين ندير ليها. اذا ضروري هذه خصني نتخلص منها. كيفاش نتخلص منها؟ غادي ندخل ا بعلاقه شال، هاد الحرف اللي كاين هنا هو اللي غندخل هنا، هاد الحرف عقل عليه، هاد الحرف اللي كاين هنا هو اللي غندخل هنا بغولاسيون شال. غتعطيني ا كيو ايكالا 3 سور 5. بونت شوف، الا غتدخل، الا عندك عدد وعندك متجهه بيتي تدخل عليها، بيتي تطبق عليها غولاسيون شال اونتر بارونتيز، الله يرحم الوالدين، بلوس اكي. هي هذيك. دونك غادي نشر دابا بحال قلتي غتنشر اكي 3 سور 5 تي ا بلوس 3 سور 5 اكي. هادي دابا بين حولها عند اختها اكي موان 3 سور 5 ا كيو، غتعطيني 3 سور 5 ديال. بقى لي كيتحسب هاد الارقام، ما كاين الحساب ولا بيديك ولا برجليك، هنا راه كاين واحد ما تنساش. اذا غتعطيني ان موان 3 سور 5 ا كيو ايكالا 3 سور 5 ديال. غنحسب هذا نشوف شحال بيعطينا. خمسة في واحد خمسة ناقص ثلاثة، خمسة في واحد خمسة ناقص ثلاثة هي جوج على خمسة أكي كتساوي ثلاثة على خمسة ديا. غنجيب هذا دابا، هذا غنقسمو على هذا العدد أكي غتعطينا ثلاثة على خمسة على جوج على خمسة ديا، غتعطينا اكي خمسة مع خمسة غتبقى ثلاثة على جوج ديال. قلت لكم بلي خص يكون عندهم نفس الاصل، اذا غتعطينا ناقص ثلاثة على جوج ا دي. اذا اكي كي كاينه فاش؟ في ناقص ثلاثة على جوج ا دي. غادي نمشي ناخذ القطعة دي غنقسمها على جوج وغادي ناخذ ثلاثة. غنقسمها على جوج وغادي ناخد ثلاثة.
اذا عطاتني 3 فاصلة قلنا 8 تقريبا 3 فاصلة 5 6 7 5 6 7 اذا تعطينا 1 اونص هي 3 3 تقريبا قريبة لجوج. المهم هنا شي بلاصة هذه هي 1 على 2 ا دي، 2 على 2 ا دي، انا قال لي 3 على 2 يعني قطعة ا دي ونص ديالها، 3 على 2 هي 1 ونص اذا قطعة ونصف. بنمددو هذا بقلم الرصاص خفيف، وغادي ناخذ مازال النص ديال هادي غادي نحولو لهنا، حيت انا عندي ها وحده ها جوج باقي خاصة التالتة هي هادي. اذا هادي كلها دابا هياش هي 3 على 2 ا دي، 3 على 2 ا دي قال لي بغيت ناقص 3 على 2، غناخذ 3 على 2 ا دي وغنحولها للجهه الاخرى، غادي نرسمها عند الجيران نيشان. خدينا 3 على 2 ا دي حولناها باش تعطيني ناقص 3 على 2 ا دي. إذن هذه هي AQ. هنا فين كاينه النقطة Q؟ صافي راه أكيد أكيد في الفروض ما كيعطيوش هاد الشيء، هذا كيعطيك متجهة اللي هي باينة اللي غتمشي طق 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 الشكل وتنشها، ولكن قد ما كتعرف شي حاجة نيفو طالع قد ما داك الشيء البسيط كيجيك بانال كيجيك عادي أنك تجاوب عليه. مزيان هاد الاشكال غادي نرجعو ليهم في التمارين، غادي نخدموهم بزاف المرات في التمارين. غادي ندوزو دابا لمعلومه اخرى قبل ان ننتهي من الحصه. هاد الاشكال غادي نرجعو ليهم في بزاف ديال التمارين، عندنا سلسله اللهم بارك راه فيها 8 تمارين، وعندنا دوك الفروض اللي صيفط لكم 4، اذا ها 12 تمرين غترسم الاشكال تطلعوا لي فراسك. نكملو دابا البروبريتي ديالنا. كتقول لك اسيدي واحد البروبريتي الخاصية، كتقول لك بلي عندك واحد العدد ك U بلس في، بحال هاديك اللعيبة ديال كتنشر، هي ك فوا U بلس ك فوا في، نفس الشيء إلا عندك ناقص، ثم إلا عندك مثلا ك بلس ك بريم، جوج ديال الأعداد في U، نفس الشيء ك U بلس ك بريم U. هادي الا بغيتي تحسب، نعطيك مثلا هادي فين كتستعمل، نعطيك هادي فين كتستعمل، هادي هادي بالضبط، لان هادي بالضبط غادي نحتاجها بزاف ديال المرات. مثلا عندي ا بي زائد 2 على 3 ا بي، بغيت نبسطها شرط تكون نفس المتجهه، بغيت نبسطها شنو غندير؟ غندير قوس، غناخد هاد العدد اللي هو واحد، الا كان رقم ديال رقم ما كانش دير واحد، كانت ناقص دير ناقص واحد، زائد جوج على ثلاثة بحال داكشي ديال لا فاكتوريزاسيون. ثم كتحسب ثلاثة في واحد ثلاثة زائد جوج خمسة على ثلاثة ا بي، هنا فين كنوضفوها بحال هادو اللي غنحتاجوهم في التمارين. قال لك اسيدي ا ك ك بريم يو، الى غتنشرها تقدر انك دير هذا في هذا عادي، ك فوا ك بريم وما عندك حتى شي مشكل يو. ثم عندنا واحد يو راه هي يو،
يعني ملي كتكون متجهه مكتوبه بوحده راه كاين حداها واحد، كما قلنا انا راه كاين حداها واحد. ملي كتكون متجهه مكتوبه بوحده راه ماشي ما كاين حداها والو، لا كاين حداها واحد غير ما كيبانش. ثم المعلومه الاخيره انه الا كانت عندك كاي ايغالا فيكتور نول، هذا كيعني سينيفي كو يا اما كا هو اللي كيساوي صفر، يا اما لو فيكتور نول لو فيكتور او هي اللي كتساوي الفيكتور نول. ما كنقول ديك قاعده الجدول المنعدم، هذا كيساوي صفر وهذا كيساوي صفر، غير هنا المتجهه الفيكتور ما كنقولوش ليها الفيكتور كتساوي صفر، كنقول الفيكتور كتساوي الفيكتور نول، يا اما هذا كيساوي صفر، قاعده الجدول المنعدم. مزيان. غادي نديرو واحد لابليكاسيون، قال لك اسيدي سامبليفي بسط ليا الفيكتور الاولى نسميوها الفيكتور ا دو فيكتور او بلس 5 فيكتور في بلس 3 فيكتور او موان في لو فيكتور بي قال لك هي 18 لو فيكتور او بلس 3 موان U بلس 4 V بلس 2 V. ثالث فيكتور قال لك U بلس 7 2 U بلس V موان 2 U موان 4 V. دوزيام كيستيون قال لك ديتيرميني لا فالور دو X بور كو deux x u moins u égale à vecteur nul, sachant que u différente de vecteur nul. Aujid qimata x بحيث اثنان x متجه u ناقص متجه u كتساوي المتجهة المنعدمة، مع أن المتجهة المنعدمة راه ما كتساويش الفيكتور نول. يلا جوج ديال الأسئلة غادي نفتح لكم الجروب، واخا طفى التليفون غنفتح لكم الجروب من البيسي ماشي مشكل. يلا جوج ديال الأسئلة غادي نفتح لكم الجروب. نفتحوا الجروب باش انكم تحركوا شويه السيلو في الورقه. فوا دي ميساج، ها هي الجروب مفتوحه في انتظار الاجوبه ديالكم. يلا جاوبوني على هاد جوج الاسئله البساط باش نساليو هاد الفقره هادي، وغدا ان شاء الله تعالى غدا الى يسر الله غادي نديرو لا كولينياريتي دو فيكتور لا لينومون دو 3 بوين، وغادي نديرو لي ميليو دان سيغمون، غادي نكونو سالينا الدرس. والحصه ديال نهار 2 نهار 3 نديرو فيها التمارين، نديرو فيها تمارين مكثفه 3 ونشوفو حصه اخرى.
نديرو فيها تمارين مكثفة. المهم نحاول نساليو هذا الدرس هذا في هذا الاسبوع هذا، باش اللي عنده الفرض الخميس ولا الجمعه ولا كذا يلقى بعد هذا الدرس كيتسنى يلقى الدرس واجد. دونك سارة تخي بيان، سارة برافو برافو سارة تخي بيان. برافو سارة تخي بيان. الاخرين ما عرفتش واش كاينين نيت ولا ولا نوس. المهم ايمان 5 5 يو موان 7 10 يو 10 يو موان بلس 3 يو دونك 2 يو بلس 3 يو غتعطينا 5 يو 15 في ناقص 3 في 15 في هذيك ماشي 10 ايمان 15 في 15 في ناقص 3 في 15 ايمن ماشي 10 يلا الاخرين يلا غادي نشرو ادم غادي نشرو عادي ادم ادم غادي نشر عادي نشر عادي جدا دونك جوج زائد جوج
خمسة بحال كتنشر اكس و ايكغيك بحال تماما. زائد ثلاثة يو زائد ثلاثة ناقص في دونك دو يو بلس ديس في. ايمان هي هذيك ايمان قلت لك 15 انا اللي مبوق بالناس. 10 في لا حول ولا قوه الا بالله بلس 3 يو. ايمان راه عندك صحيح والله ما عرفت كيفاش بانت لي 15. لا اله الا الله. اذا جوج زائد 3 غتعطيني 5 يو. 10 ناقص 3 7 في. غتكون دابا ايمان جالسه كتقلب على ديك 15 فين كاينه. لو فيكتور بي ادم بانت ليك الفكره تحسب عادي. تخي بيان فوالا تخي بيان تخي بيان مزيان. 18 يو بلوس 3 فوا موان يو بلوس 3 فوا موان يو بلوس 3 فوا 4 في plus 2v ça donne 18u moins 3u plus 12v ça donne 18u plus 2v moins 2v 18 moins 3 c'est 15u plus 14v. Très bien pour tout le monde. Mzian Mzian à Mohamed Rida Mzian. خمسطاش يو زايد 14 في مزيان تخا بيان. يلا السي دابا السي غتعطينا يو بلوس 7 زايد 7 دو يو بلوس في موان 2 يو moins 4v. محمد كان نشر عادي نشر عادي واش كتعرفوا ديروا النشر بعدا ولا ما كتعرفوش ديروا النشر. السؤال واش كتعرفوا ديروا النشر النشر النشر. السؤال واش كتعرفوا ديروا النشر النشر النشر. جوج في اكس زائد 3 يكراك ناقص 4 اكس 5 اكس ديك الهضره كلها واش كتعرفوا ديروا النشر. هدف هذا وهدف هذا وهدف هذا وهدف هذا وحنا غاديين. حيت الا ما كتعرفوا ديروا النشر ما غاديش تفهموا شنو كندير. نشر عادي عادي هذا ما غيتحسبش خليه. 7 في 2 14 اي زائد في زائد زائد 7 في ناقص في زائد ناقص جوج اي ناقص في ناقص زايد جوج في 4 8 في 12 عادي غادي نجمع دابا اللي فيهم اي وغنجمع اللي فيهم في اللي فيهم اي كاين هادي كاين واحد زايد 14 ناقص جوج هادو ديال اي ديال في كاين عندي 7 زايد 8 هادو ديال في. اذا في النهايه غتعطيني 14 15 ناقص 2 13 اي 7 زائد 8 غتعطينا 15 في فوالا. شي حاجه اللي هي معقده باش اننا نستوعبوها مازال ما وصلنا كاع للمعقد. حنا دابا غير في البسيط. حنا دابا غير في لي كيستيون دو كور داكشي البسيط اللي كيكون في التمرين. مازال ما وصلنا للتمارين المركبه ولا المعقده ولا حنا كنشرحوا دابا غير الفقرات ديال الدرس لان كاين اللي مازال ما دار الدرس ما جاتش تعطيه داكشي هكاك واجد. دوزيام كيسيون اش قال لك؟ قال لك اعطيني القيمه ديال اكس. اشنو عندي انا؟ عندي دوز اكس هذا عدد
حداه اي موان اي كتساوي فيكتور نيل. هنا غادي تعمل عادي، غتعمل عادي جدا. شفتي داك الكيس ديال داك سميت القضيه ديال التعميل بحال لا بيتعمل، بيدير هنا بين قوسين وبيدير هنا اي. شناهو العدد اللي حدا اي؟ شناهو العدد اللي حدا اي؟ هنا هو جوج اكس، ها هو. شناهو العدد اللي حدا في اللي حدا اي؟ هنا عندك تقول لي ناقص، راه كاينه واحد، اذا ناقص واحد. ها هي، ها هي داك العنصر او ديك الفيكتور اللي مشتركه بيناتهم. ها هي راه درناها هنا ما بين هذا وهذا، ها هي كتساوي الفيكتور نيل. حنا كنعرفوا قاعده كتقول لي الا كان عندي واحد العدد في واحد الفيكتور نيل في واحد الفيكتور كيساوي فيكتور نيل، شنو كيعني هذا؟ كيعني ان هذا العدد كيساوي صفر حسب القاعده، اولا هذا الفيكتور كتساوي الفيكتور نيل. وبما ان راه قال لي في المعطيات بلي ان هذه راه ما عمرها كتساوي فيكتور نيل، اذا غتبقى لي هادي جوج اكس كتساوي واحد، معادلة من الدرجة الاولى، اكس كتساوي واحد على جوج فقط. هاني لقيت القيمة ديال اكس، تخي بيان وميسا مزيان. راه المشكل دابا ديال الدرس راه هو درس بسيط، والمشكل ديال لاغيتميتيك هو درس بسيط، ولكن المشكل في لي بخيغوكي في المكتسبات، فداك الشيء اللي قريتوه في التاسعة. لأن ملي مثلا غادي نجي لهنا غيقول لي التلميذ مثلا أستاذ راك ما عرفتش كيفاش حليتي المعادلة، وإذا هذا راه ضعف وضعف كبير جدا. يعني خص هذا النوع ديال التلاميذ مثلا خص يمشي يقرا يعاود يرجع لي سميتو يرجع للمعادلات. ها إكس بلس بي يقال زيرو، لان ماشي الدور ديالنا دابا نديرو المعادلات، باقي جاي الدرس ديالهم. شنو كتعطيني؟ كتعطيني ان اكس كتحول هذا لهنا وكتغير الاشاره ديالو، ثم كتقسم على هذا اكس كتعطيني ناقص بي على حيت الا بغينا ندخلو في التفاصيل ديال الدروس العام الفايت راه غتخصنا سنه دراسيه على قدها باش غير نقراو التسعه. تذكير صافي مزيان مزيان الاخوان. ها هي هذيك مزيانه ايمان. اذا نكتفي بهذا القدر، غتبقى لنا لا كولينياريتي دو فيكتور ولا لينيومون دو 3 بوين هو اللي غادي نديرو في الحصه المقبله ديال غدا، ومن موراها غادي نديرو التمارين تمارين تمارين تمارين، غادي نزيدو الميليو دان سيغمون تمارين تمارين تمارين، غنكونو سالينا الدرس صافي. اكيد راه تقدر تمشي للفرض ما تلقاش هذا الشيء، هذا غتلقى التمرين على حقو طريقو. خليونا في الحصه المقبله نكتشفوا بعدا هذا الشيء هذا. المهم عطينا نبذه على الدرس، عطينا الاساسيات ديالو. الحصه المقبله غادي نكملوا، غادي نكتشفوا اشنو كنقصدوا بلا كولينياريتي دو فيكتور، كيفاش كنبينوا لا لينيوم دو 3 بوين، يعني استقاميه النقط، كيفاش كتبين ثلاثه النقط مستقيميه، هذا المستقيم كيوازي هذا المستقيم، كيفاش كتبين شبه منحرف كشكل رباعي يعني سميتو ترابيز، كيفاش كتبين منتصف بلي ان واحد النقطه هي منتصف قطعه، شنو كتعني نقطه منتصف قطعه. هادشي كله غادي نكتشفوه ان شاء الله تعالى في الحصه المقبله اللي غتكون غدا. تهلاو ليا فريوسكم، السلام عليكم ورحمه الله.